الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عقد اجتماع أمس لمتابعة الموقف التنفيذي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر. خلال الاجتماع أكد رئيس الوزراء على أن البرنامج بيستهدف دعم التنمية الشاملة بمحافظات الصعيد عشان أكثر جذبا للاستثمار وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. امبارح التقى الدكتور مصطفى مدبولي أيضا بأعضاء المجلس التصديري ومجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية. رئيس الوزراء قال إن اللقاء ده هدفه التعرف على الآراء والمقترحات اللي بتسهم في دعم جهود الدولة المتكاملة للنهوض بقطاع الصناعة وتحسين معدلات النمو وزيادة حجم الصادرات المصرية. أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح، أبرزها اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لمتابعة الموقف التنفيذي للإفراج الجمركي عن البضائع في الموانئ وتطبيق منظومة الشحن المسبق. واستعرض الاجتماع قيم البضائع المسجلة والمعتمدة والمفرج عنها بالموانئ الجمركية حتى 2 يونيو 2024، بما في ذلك المواد البترولية والأصناف الاستراتيجية زي إضافات الأعلاف، الأدوية، الرز، الأسماك، الأسمدة، الأمصال واللقاحات، التقاوى والبذور الزراعية، الذرة والزبدة والزيت، الفول والعدس والقمح والكيماويات الخاصة بالأدوية واللحوم والشاي وفول الصويا ولبن البودرة ولبن الأطفال والمستلزمات الطبية والقرنيات والدواجن الحية. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة لأهمية برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر اللي بيأتي تنفيذه وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم التنمية الشاملة بمحافظات الصعيد لتكون أكثر جذباً للاستثمار والعمل على تعزيز الميزة التنافسية وتهيئة بيئة ومناخ الأعمال للمستثمرين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال زيادة فعالية الإدارة المحلية وتمكينها وتحسين البنية التحتية وتنمية الاقتصاد المحلي. امبارح التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أعضاء المجلس التصديري ومجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية، وجدد رئيس الوزراء في مستهل حديثه الإشارة إلى أن اللقاءات والاجتماعات الدورية اللي بيتم عقدها مع مختلف أعضاء المجالس التصديرية وأيضاً أعضاء مجالس إدارات الغرف الصناعية بتستهدف في المقام الأول التعرف على الآراء والمقترحات اللي من شأنها أن تسهم في دعم جهود الدولة المتكاملة للنهوض بقطاع الصناعة، وده بالنظر لما يمثله هذا القطاع من أهمية ودور كبير في تحقيق مختلف المستهدفات الاقتصادية اللي من بينها تحسين معدلات النمو وزيادة حجم الصادرات المصرية. وطالب رئيس الوزراء خلال اللقاء بأهمية بلورة رؤية متكاملة بمستهدفات واضحة للعمل على زيادة حجم الصادرات المصرية وفتح المزيد من الأسواق التصديرية الجديدة. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة افتتح أعمال تطوير مركز تدريب مهن المركبات والمدرعات والتسليح وتشغيل المعادن التابع لإدارة التعليم والتدريب المهني بعد تطويره ورفع كفاءته وفقاً لأحدث النظم التدريبية الحديثة، وده بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة. وقام الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة بجولة تفقدية للمركز شملت الأجنحة والأقسام المختلفة داخل المركز ومعرض لمنتجات المراكز التخصصية لإدارة التعليم والتدريب المهني.